فلو انت تطلع الفي اوت لحالها او يكفيني اطلع الفي ماكس اوت بوت وطلع منها الباور اوت بوت. اذا قلت لك انا مثلا في اوت بوت ماكسيمم مثلا 50 فولت او ملي فولت تمام، شو بتساوي؟ بتقول 50 على جذر 2 تمام، هذا ثلاث ارض تربيع على ار لود زي ما انا اطلع معك الباور تمام. اذا بطلع الار يا فولت يا كرنت يا ثنتين اذا كان معي مش راح اخلص. كثير سهل الموضوع، مش يعني موضوع جديد كل مره علينا نعم. الار لود اذا في ار لود هذا الار لود، فيش ار لود بس هاي ار لود هي الاصل ما بيجمعش. لا اذا كان في ار لود هي الار لود، اذا كان في ار لود موجود هي خلص صار طلع الفولت اذا بيع على ار لود. اذا ما كان في ار لود بعتبر هاي ار لود، مش بعمل برا اللي اقول هاي لود وهاي لود. ولو كان الثنتين بقول لك ما عملنيش برا الخاص باخذ هاي هاي اللود بالضبط. هاي بي اي سي بي دي سي هي عباره عن بي سي سي كونستنت بي سي سي صح؟ بي سي فاليو في الار سي سي هو البيت اللي طالع من الكيو بوينت يعني في دي سي ما في ار اس هو من دي سي اوبسرفر تمام؟ هي عباره عن في عندنا كلاسز لل باور امبليفاير. حكينا عن كلاس A وكلاس B وكلاس AB وكلاس C صح؟ اللي بيميز هذول الكلاسز كالتالي. كلاس A مثلا لا ما حكينا عنه بس. لا حكيت انتوا عنه مش تعرفون هي مراجعة نحكي عن المستر نحكي عنه. اه حكينا قصدك عن الدكاترة تعرفون ايش يعني؟ ما حكينا عنه تعرفون مين يعني؟ طيب حمي اعرف منك بس طيب نسحب على شيء اخواني. اللي بيميز كلاس A يعني كلاس B يعني كلاس AB يعني كلاس C هي الكيو بوينت، هي الكيو بوينت. يعني مثلا على سبيل المثال دحين انا طلعت ال V قبل شوي كان المثال ال V كوليكتر هي ال V output صح؟ عشان قبل شوي هو المثال اللي عم تدرسه صح؟ هاي ال V output هي انا ما يبي بغض النظر كان في شيء صح؟ شايف؟ طيب ال V output هي ال V C. لو طلعت ال V C في الكيو بوينت او في ال DC analysis لقيتها مثلا ما لقيتها على سبيل المثال 5 فولت او 2 فولت تمام؟ لقيت 2 فولت هي 2 فولت، انا رسمت هاي التايم وهي البي اوت بوت. البي اوت بوت هي البي سي، الدي سي انا اسس هيك وطلعت السيجنال هون مثلا 1.5 ساين اوميجا تي. هاي الاي سي، هذا الاي سي وهذا الدي سي. كيف بكون الشكل؟ اثنين وعليها ساين سوداء صح؟ المينيمم 1.5 وفي اثنين صح؟ والماكسيمم 2 و1 ونص 3 ونص. هذا الشيء نحن نشتغل عليه اكثر شيء لان هذا الشيء بسموه كلاس A. ليش كلاس A؟ الدي سي بوينت او الدي سي اناليس الدي سي بايسنج، الدي سي بايسنج مخلي الرسمه كلها موجه مركزين. طبعا شو يعني شو يعني وصل وصلت لهون الان؟ تتذكر اول معلومه اعطيتكم اياها لما جينا نميز بين اللينير والساب والكتب كنا نحكي الساب اللي هي الليكر ميتر زيرو مرة حطيتها بوينت ولا تبدلتها صح؟ اه اللي بيقول لك كيف تشتغل زيرو معناته انا وصلت لحد شيء اسمه سالب. حلو؟ مش بي سي كل شيء انا لو عرفت سبحان الله بيقول لك كيف لو وصلت لهي المرحلة يبقى انا وصلت للساتوريشن. هاي ما وصل للساتوريشن صح؟ فبالتالي انا سالني باللينير ريجن. مركزين معي؟ تمام. عملت تكون البي سي عملت تكون كتب خلينا نحكي. اذا كانت البي سي بتساوي بي سي سي، شو يعني كتب؟ يعني فيش تيار تمام. لو فيش تيار هون الفوتين من هون لهون كم بتساوي؟ نفس هذا. لو افترضنا في سي سي مثلا كانت مش 3 ونص كانت 7 مثلا، هاي 7 هاي بي سي سي هاي 7 تمام. بكون انا بالضبط هسه شغال في اللينير ما في مشكله. هون في مشكله بالرسمه هاي، في مشكله بالاوتبوت. الترانزستور وين شغال؟ في اللينير. الاي سي ما اثر على الكيو بوينت ضلت في اللينير. لكن ركزوا معي لو كان الاوت مش 1.5 كان الاوت 2.5. انت قصدك هون من الكيو بوينت 2 الكيو بوينت طلعت 2 فولت، يعني مثلا اي كوليكتر مش اي بي دي كوليكتر في الدي سي بايس يعني كانت 2 فولت تمام. انا حليت اناليسيس وطلعت هاي النقطه عادي بحب مش تقدر تروح هاي النقطه اللي بقيت النقطه هاي في الدي سي ماشي. بس لما تقيس الاوت بوت كان في كابستور ما تبين معك الدي سي صح؟ جامع الدي سي جامع مو هيك بطلع معك هون الاي سي سيجنال بس تمام. انت جامع التوب الفولت هاي تبعت الدي سي صح؟ في شغله مهمه
هذا الشيء شغال في الدي سي وفي الاي سي، بس احنا لما كنا نعمل اوبن في الاي سي احنا قاعدين نعمل شيء سوبر بوزيشن، سوبر بوزيشن عمليه مش موجود كيف ماشي، بس ما بطلع الدي سي ما بطلع سيجنال دي شفتش دي سي هو مش بالضبط صح، جبت دي سي. شو مشكله؟ يعني قصدي هاي الرسمه يعني مش رسمه الاوتبوت، هاي مش شو رسمه الاوتبوت بس الاي سي منها الاس يعني 0 صحيح. هو اللي بيحكي انه هاي ما فقط في بوتيك 2 فولت مش 2 فولت تمام، هاي ما بتجيبش البيانات صحيح. اه هو بعرف بدي اقول هيك ولا بدي هيك صح. شو اللي موجود عندكم انتم بالكتاب؟ سؤال قوي يعني. سؤال قوي؟ ما انا لازم اكون عارف. واخر شيء اللغة صح؟ يكون بدون الكباسيتور. احنا اصلا اللي قاعدين ندرس بس هاي الستيج مش متجه لا بس بصرفه مع هذا عشان بده شغلتين. هذا الكباسيتور موجود بس الفكره وين؟ الفكره انا قاعد بس فيه هون البي بالكتر، انا ما بيهمنيش كثير الاوت بوت قد ما بيهمني انه الترانزستور وين. انا بيهمني الترانزستور شغال في هي ولا شغال في الساعه ولا شغال في الكتر. يعني هلا اللي بقطعها هاي هون اللي هاي بي سي هاي اللي رسمها الفي اوت بالضبط رح تطلع هيك الفي اوت عادي ساين سودا عادي اللي هي هاي بس شفت اللي تحت انه الكباستو كل اللي منها تمام في مشكلة اني هذا الشيء اني هذا النقطة هاي هسا رح نكمل هسا لو كانت 2.5 حكينا ايش بصير مشكلة هاي نقطة 2 تمام بدي اطلع فوق 2.5 بدي انزل تحت 2.5 لو نزل تحت 2.5 بدي اطلع وين؟ الماينس 0.5 بس ما فيش ماينس بالبي سي اي، بي سي اي اذا وصلت للزيرو بكون ساد خلاص ما في مجال زي اي وثلاث ثواني فهي بتصير ايش فيها؟ بيعمل كات. هذا الشيء انا بدي اصلحه، هذا الشيء انا خربت السيجنال، انا مهمتي اخلي السيجنال زي ما هي واعملها امبليفاير صح؟ هذا الشيء انا ما يعني هون لو قلت لك ليمتد للجيم مثلا وهذا عباره عن جيم في انبوت صح؟ يعني مثلا انا معك جيم 100 هاي بتكون انبوت كم تبعي هاي؟ 0.025 صح؟ رقم 100 صار 2.5 صار. لو قلت لك بدي ليمت الدلجيت تقدر بدك توصل اكثر شيء 2 ساين اوميجا تي. ليش؟ لانه عند 2 بصير زيرو بلمس السات، بس لا بدخل في السات، ممنوع يدخل في السات لانه بغير السيجنال. هذا الشيء خلينا نرجع بس للرسمه الاولانيه. خلينا نطلع بالرسمه الاولانيه. تمام، هذا الشيء بسموه كلاس اي. كلاس اي لانه الكيو بوينت موجب الكيو بوينت اي في الدي سي اناليسيز موجب يعني بي في الدي سي الكيو بوينت بوزيتيف فاليو السلام عليكم يلا طيب اذا كانت الكيو بوينت قيمه موجب والسيجنال ما دخلت لا في السات ولا في الكتوف هذا بيكون كلاس اي. في الكلاس بي هذا كلاس اي دخلنا عليه، كلاس بي بتكون الكيو بوينت عباره عن زيرو صفر ما فيش دي سي يعني زي هيك هاي الكيو بوينت اذا اجى موجب هي نفر اجى ساكت ما راح يجي الرسمه هاي نفسها راح تكون هون زيرو مش 7 فولت تمام؟ وانا لما بطلع لك بيكون فيكتور في الدي سي اناليسيس كم بيكون؟ زيرو هاي زيرو. طيب دخلت مثلا 5 ساين اوميجا تي وكان الجيم 5 مللي طبعا كان الجيم 100 كم بيطلع الاوت بوت؟ 100 ضرب 5 مللي صح؟ يعني 50.5 ساين اوميجا تي تمام؟ 0.5 ساين اوميجا تي هي مثلا من هاي 0.5 بس ما في مجال ينزل تحت لانه اذا وصل السات خلاص بتكون زيرو بيقدر يكمل خلاص فهي بس بتطلع هذا الكلاس بي كيو بوينت بتكون زيرو تمام الكلاس سي بتكون شيء من هون ومن هون نفس الشيء اللي جبناه قبل شوي بنصير في كات اوف كات هون هذا شو بيكون؟ بيكون في شيفت
بس مش كامل طالع. يعني هاي الشيء لو اني مثلا حاط هون 0.7 انا اللي هم البعاد بيخلوني او واحد او اثنين وتكون هاي دي سي حولها قاعد تشتغل بس هون زيرو كده صح؟ اللي هي موجوده في الدوسية الحسام حمد انه باي باي هاي باي هي تدخل هون الاثنين باي يعني انه في دي سي صغير حلو؟ يعني انه ما بين الاي والبي تمام؟ بس البي بتطلع مره ثانيه شو بتصير؟ البي بتكون الدي سي كيو بوينت زيرو يعني بدك تطلع البي اوت بتخلي الدي سي تكون زيرو تمام؟ شو اللي بخلي الترانزستور يصير لينير؟ اي سي سيجنال هذا الشيء اللي مش متعودين عليه احنا متعودين اللي بخلي الترانزستور لينير هو الدي سي لانه بيشتغل سمول سيجنال صح؟ هذا اللي بيشتغل بس بنص سايكل بالضبط الثاني سي ليش؟ لانه البي بيكون ما في مجال يتاخر قبل من زيرو اذا وصل زيرو بكون ساتوريشن خلاص وانا ما في مجال يزيد بتبطل تتعامل معاه على انه امبليفاير بصير سويتش خلص وانا سويتش عم يروح حلو اشتغل لينير بدخلها بدي بعمل سويتش وصلين وصلت الفكرة هاي كلاس A كلاس B كلاس AB البي كيو قيمة موجبة بس صغيرة يعني الاوت سيجنال ما بيشبه الانبوت سيجنال في يوكت تمام طيب نرجع للحل اللي في الدائرة وندخل في شيء كمان اللي بيعملوا له تعديل كلاس سي بيكون ناقص مش داخل القطعة صح؟ واحد شيء طيب كلاس بي بالعادة ما بيستخدموه لحاله لأنه كمان بيهمني أطلع ال شو اسمه سيجنال كامل ما بيهمني أعملها كت ولا أعملها نصها فبستخدموا شيء اسمه البش كل اللي هو اثنين من الكلاس بي بوصلون بطريقة معينة بحيث إنه واحد يطلع الموجب وواحد يطلع السالب يعني هاي الرسمة هاي البي اوت تمام لو وصلت انا كمان ترانزستور لا ليش بي اوت هون حتى ترانزستور ثاني هون هاي البي انبوت هاي البي اوت هاي ايش اللي قاعد بيصير؟ هذا ترانزستور هيك بده موجب بده يشتغل وهذا بده سالب لو افترضنا البي اوت زيرو هاي البي اوت زيرو الاي سي اناليسيس بيعملها زيرو الاي سي اناليسيس هذا راح يشتغل كم بده؟ بده رقم موجب خلينا بس نتغاضى عن بي اوت رسم اللي بدك بده بوتي موجب هون طيب يكون الانبوت طبعا هاي جراوند يعني في شيء دي سي واي سي او في بي سي سي بس ما بيعمل دي سي واي سي بيعمل دي سي سي هون هذا واحد ام واحد حاول انه هذا يكون زيرو طيب بغض النظر هذا نفس الديفرنس امبليفاير لما يكون اضل زيرو مقاومتين بيناتهم المقاومه زيرو في الثالث تيار البوتي عليهم كلهم زيرو بالضبط يعني هون تكون البوتي زيرو هذا مستحيل يشتغل في الدي سي حلو بس في الاي سي شو اللي بيصير؟ اللي بيصير انه يدخل هذا البرانش اللي قلنا عليه كاباستر يدخل في الاي سي بيصير هذا يشتغل لحاله هذا يشتغل لحاله في الموجب هاي هاي الانبوت الطرف هاي بي هنا الطرف الموجب بيشتغل كيو فوق يعني مش هاي لو يجيها موجب بيشتغل تمام؟ هاي طلع الاوتبوت في السالب بيشتغل هذا فلو بدي ارسم في اوتبوت هاي البي اوتبوت هيك هتكون لطالما هو اقل من بوينت 0 ما راح يشتغل هاي البوينت 0 تمام هذا اقل من بوينت 0 ما راح يشتغل وهاي ماينس بوينت 7 هسا اذا كان اقل من بوينت 7 بيكون زيرو في اوت صح؟ هذا ما اشتغلش وهذا ما اشتغلش هذا بده يسال يشتغل هاي لازم تكون اقل من هاي تمام؟ بالتالي هذا ما اشتغلش اذا كان بوينت 7 بتطلع هاي السيجنال نعم تمام لما يتم يرجع بين بوينت 7 يرجع زيرو لحد ما يصل الماينس بوينت 7 يعني هذا بده ماينس بوينت 7 لحتى يشتغل العكس يعني اللي صار فبتعمل انت هاي الصغيره وبدها تكمل تمام هذا الشيء في الاناليسيس نهمله يعني في الاناليسيس هم نعتبره زي هيك او انه بندخل باتري هون بوينت 7 وحده هون بصير يشتغل من الصفر على طول بصير يشتغل من الصفر اذا عملت الحركه هاي صار مش كلاس بي صار كلاس اي بي هاي الحركه تجاوز انا كنت بدي عنه كلاس بي بس هو بالفعل عملت له كيو بون لا هيك بصير كلاس بي 100% لا ولا كاش كلاس بي لا ولا كيو بون كان 3.7 ماينس 1.7 يعني هذا حتى يشتغل بده ماينس 1.7
صح؟ هذا صار زيرو، الثاني هيك صار كلاس سي 100%، بالاول كان كلاس سي اللي هو مش داخل معنا. اللي بكون الكيو بوينت السالب. تمام؟ بس بيجي على هذا البطارية اللي تحت بالعكس بتكون؟ البطارية لازم تكون هاي سالب؟ هاي بتكون سالب بالنسبة لهي البطارية هاي بتكون موجودة. تمام. خلينا نرجع لكلاس A ونحلل وبعدين نخلط. الشانسي بدي البي اوتبوت على البي انبوت، البي اوتبوت هي الاي سي اوتبوت والبي انبوت اللي بيجي من السورس هذا، تمام؟ هاي بس سي كمان هون بس هاي بيعرفني فيها لانه الاي بيز قليل كثير بالنسبه لهذا. هيك في سالب في لو سالب في سالب في هي بتجمعها جنب ناخذ كل البوابه من كل البطاريات لو كان زي هيك الشكل طبعا هذا مش منطقين بس لو كان زي هيك موجود في كتاب مايكرو تجمع هاي لهاي ثم تتغير اللي مارفين مشي على نفسه مشي الفي في الاي صح؟ والاي نفسه كل واحد طيب وخلنا نعمل الشباب خلينا نقول اذا بتطلع الفي كيو تبع الفيزياء الاساس هي بي كل الاكاي تمام؟ الكيو بوينت كيف بدي اعمل اناليسيس؟ كيف بي قلب بيحكوا البيز انجل؟ ها؟ حنقسم هاي الرسمة عشان نطلع ال في اوت مثلا بدك تطلع هذا الشيء ليش بطلع؟ عشان تعرف انه شغال بالمرية ولا عمل كات تعرف السوينج تبعك خلينا نشوف كيف ممكن يسألك على هذا السؤال ممكن يقول لك اعطيني ماكسيمم فاليو مثلا للاوت سي خلينا نشوف لو طلب ماكسيمم ار سي بس نعطيك طبعا الفي انبوت وتساوي مثلا 5 ساين هذا السؤال بدك قيمة ماكسيمم للار سي هسا الشغلة هذا باور امبليفاير رح يكون في عندي كيو بوينت تمام رح يكون في عليها ساين حلو الماكسيمم اني اخذ سوين كامل السوين كامل شو الباوندري تبعيته كتو وساب لازم ما تعدى لا كتو ولا الساب من هون بي سي سي من هون زيرو حلو ناخذ كم تبع 20 فولت ار سي معلومة بدي اياها ار لود 1 كيلو اوم هاي عشان كده هاي او هاي خلنا نعملها جرام بعدين من خلال يعني في بي بي امسح هذا الشيء بيتنا قلنا هذا طور عم تكون لازم تكون زيرو صح؟ هكذا بدأت هذا الشيء طيب بدي اطلع الفي كيو في الدي سي اناليسيس، الفي كيو شو بتساوي؟ الفي سي بتساوي الفوتير فوق 20 صح؟ ناقص الاي كوليكتر في الار سي. الاي في الار سي. طب بس خلي هاي مجهوله اللي يطلب ار ال شكل اسئله سوارس بدي اطلع على الار سي. هاي 1 كيلو هاي بده ار ال. تمام؟ اكسوها بس عشان تصير معنا دايما طيب بطلع الاي كوليكتر بمسك كيف ال هيك بطلع الاي بيز بضرب في ديتا بطلع معي الاي كوليكتر الاي بيز شو بتساوي؟ 20 ناقص 0.7 على 20 كيلو طبعا بيطلع جواب ال دي زي هيك بدي اضرب في ديتا اللي 25 بطلع معي الاي كوليكتر هاي الاي كوليكتر تطلع 24 خاص ب 1.5 مليون تمام؟ الار سي كم حكينا؟ 1 كيلو طيب كمان غير 1.25 كيلو الفكره شو لو كانت 1 كيلو تكون الكيو بوينت السالب اللي هو كلاس سي تمام؟ هذا الحين مش طبيعي لو كانت حاسه ضرب هاي اللي هي اي سي في ار سي 20 بيطلع الكيو بوينت كم؟ كلاس سي زيرو بكون هذا كلاس بي لكن انا لا بديش اياها تكون هيك بدي اياها يطلع اقل موديل
23 ناقص 24.25 مش مشكلة يعني لو جاب لو كان هاي مثلا بالسالب خلينا نفترض طلعت معي مثلا سالب 1 فولت هي رسمة رسمها هي سالب 1 فولت تمام؟ في السالب ما فيش رسمة مش في ساين سوداء هيك بتطلع مثلا كانت 5 طلعت على طول مثلا 5 ساين سوداء ساين بتطلع من هون هاي اثنين 4 لما هي سالب 1 بس هاي اللي شفته بالضبط تقدر تعملها هاي الارم اسمها ارم يعني هو بس انا طلع الاوتبوت الحين بوريك بس طلع الاوتبوت تكتب البي اوت والبي ان تقسمهم على بعض البي ان اللي هي للدي سي حكينا عنها هيك والبي اوتبوت اللي هي الارم اس للبي والارم اس للاي او الارم اس للبي تربيع على بعض تمام طلعنا على 14 فولت تمام 14 هاي البي كل يقدر وهاي الثاني لازم هاي لازم طيب بس بدي احل اي سي خلص يكفيني لهون دي سي اي سي شو اللي بدي يصير معي هاي الفكره لان هذا مجهول عندي لو افترضنا انه معلوم لا خلينا نجرب نحل على اساسه طلع عندي الفي ان كم اول شيء؟ 5 هذا السوين تبعه لوين وين لوين حدود تبعيته ما لازم تعدى زيرو صح؟ ما لازم تعدى ايش؟ 20 ال؟ 20 لانه اذا صار 20 شو بيكون؟ الكتب صح؟ ما في مجال يتعدى الكتب، إذا كان زيرو ما في مجال يتعدى، طيب فهاي ال 14 أيام ولا زيرو ولا 20 طبعا هاي ساين سول رح تكون سيمتريك على ال 14 اللي هو العكس الصغير فبالتالي قد ما في فوق رح يكون في تحت لو افترضنا انه نزلنا 14 تحت نطلع فوق 14 لحد ال 20 صح؟ تكون دخلت في الكتب فانا مضطر بس انزل 6 لتحت و6 لفوق هذا اللي سمينا لا هاي بتجي مش مهم ستة وعندنا بيسكال كثير بس مش مشكلة فبالتالي في اوتبوت لازم تكون في الماكسيمم ستة ساي اوميجا تي شو اللي صار؟ انا هاي 14 صح؟ ما بدي اتعدى ال 20 ولا بدي اتعدى الصفر فبالتالي اذا بدي اصل ال 20 بس معي سون ستة لتحت لازم انزل قد ما بدي اطلع فوق تمام؟ الفكرة كيف؟ شوف الأقرب للأكسس اللي معك وهو اللي راح يكون المجال اللي لحتى تشغل هذا في الماكسيمم ريجن لازم يكون انه على الأقل 10 لما يكون في العشرة تكون حصلت على أكبر سوين بالضبط لو عملت 8 لو عملت 8 تكون هي اللي ليمتد صار من تحت لو عملت أكثر من 10 بتصير ليمتد من فوق فهون في الشكل هذا كان 14 إذا ليمتد أنا معي بس لحد 6 صاير نيجاتيف هي البي أوت البي أوت كم؟ كيف كان يعني خمسة؟ خمسة ساي أوميجا تي إذا الجين في الماكسيموم شو لازم يكون؟ أوتبوت على إنبوت 6 على 5 1.25 طيب الجين إذا كان أكثر من 1.25 هذا الإشي بدخل في السالب تمام بداية كان بعدين ممكن يصير يدخل في الكتف تمام أو أول شيء بدخل في الكتف بعدين بدخل في السالب صح؟ الكتف فوق والسالب تحت لأنه الكتف بتخلي البي سي تساوي البي سي سي والسالب بتخليه تساوي زيرو طيب اذا هذا الجيت تبعي 1.25 اللي هو الباوندري اكثر من هيك مستحيل ما بديش اكثر من هيك طيب 1.25 كيف بطلع عائل منه؟ الجيت شو بيصير اصلا كرموز؟ ار ال برا المال ار سي ار ار اسمه ار ال برا ار سي كم؟ 1.25 على الار تي اسمه صار لنا 1.25 من هيك طلع ار هيك بيجي سؤال بقول لك اعطيني ماكسيمم فاليو او مينيمم تطلع لك ماكسيمم ماكسيمم فاليو للار ال لو كانت اكبر من هيك بصير الشيء هذا مش منيح بالنسبه لي او انه ما صار يعطي الانبوت نفسه ما صار يعمل امبليفاير بصير الجير اكبر بالضبط مو هذا مهمته امبليفاير هيك تفسيرها زي ما هي بس ايش؟ معموله تكبير الان هاي السنه لو دخلت في الكتب بصير لها كت وهذا الشيء مش ما بدي اياه انا فبضطر اشغله بس على الباوندري في الماكسيمم حلو زي هيك في شو بتتوقع يجي؟ ممكن يطلب افشنسي بس كونه كل كتاب افشنسي وكل الامثله افشنسي استبعد شوي بس لو طلب افشنسي هون كيف بقدر اشوفها؟ الاوتبوت على الانبوت صح؟ الان اصل الاوتبوت كم؟
البي اوتبوت كلها كم؟ البي للاوتبوت صرنا البي في الاوتبوت صح؟ او البي تربيع على بالضبط هاي البي تربيع على طيب البي كم؟ ناخذ ار ال الآلهم كلهم صح؟ هاي كم طلعت معنا الحمد لله؟ ما حسب لها حساب، خلينا نفترض نطلع مثلا بدنا نطلعها من المنطقة هون تقول فرع ثاني يقول لك اكثر من الآل الاثنين كيلو وضمنا انه شغال عند الفيض مش بطل يعمل السويتشز لا من الكتف ولا من السعر طيب الفي اوتبوت تربيع على ار الفي اوتبوت كم طلعت معنا؟ كيف نحسب هون الفي اوتبوت تربيع؟ انه قلنا في ار ماس تربيع صح؟ ان الاوتبوت كم طلع؟ 6 وماينس 6 بالضبط بنصير 6 على 2 على جذر 2 تربيع على الار اللي هي 2 تمام؟ هي 36 على 4 حلو؟ البي انبوت هاي البي انبوت شو بتساوي؟ البي سي سي كم؟ 20 والار سي كم طلعت اي سي؟ لو بدي احسبها؟ 24 حسبناها بالضبط 24 لا هاي بالضبط 0.12 بدي تطلع طبعا هاي بالملي هاي 20 ضرب 20 24 5.12 طلع 482 هاي تطلع 480 5.12 ملي واط منين هبت على الشمس؟ طبعا الشمس كثير قليله بالكلاس يعني اخر معلومه الشمس الكلاس اي كثير قليله ليش؟ ليش طالع؟ هو طبعا هذا بقدر احسنه هو ممكن يقول لك حسن الشيء هذا كيف بتحسنه؟ بتنزل فيو بوينت هون 10 خليها 10 اذا نزلت على 10 كيف بتنزل على 10؟ في الار سي بالضبط شو كمان بدك تلعب فيه كمان؟ الار سي يعني هتلعب بالاي لا الار سي ما فيها تلعب فيه بالضبط تغير البي سي بالضبط يعني تلعب في الار سي تلعب في الار بي بحيث انك تعمل ديزاين افضل ما يمكن طيب اذا لعبت في الار بي ايش فهمت؟ تغير الاي سي تغير الاي سي تغير البي سي تمام؟ شو بعد من بعد الشمس اللي طلعناها؟ عرفنا كيف نطلع الشمس في هذا الان احنا جانا السؤال زي هيك بس شو اللي اجانا؟ معطيك الشمسي معطينا الفي ان وبدل التيار اللي معطينا معطينا الشمسي معطينا الفي ان بدل التيار اللي معطينا لا شو معطينا كمان مش ذاك بس انه كان معطينا الشمسي بحيث نطلع منها الفي اوتبوت تمام معطينا كمان معلومه بحيث نطلع منها الاي سي هي الاي كونكتر تمام من هذول المعلومتين بده يطلع التيار اللي معه هيك السؤال بتوقع كان انا ما اعرف يعني لو اجى السؤال بالطريقه هاي انت بتطلع الاي سي طلع بوتيت النقطه هاي صح؟ شو كمان بقدر استخدم؟ لا الكلاس اي بي الكلاس المشغول عليه صرت على جذر الاثنين جذر الاثنين منين؟ جذر الاثنين اجى الار ماس البي ار ماس بتساوي البي ماكسيموم على جذر الاثنين في القانون هذا تعوض ار ماس تمام؟ فبتجيب الدي ماكسيموم اللي هي 6 هذا اللي هذا راح ارجع كامل لما نخرج المشروع. طبعا ماكسيموم في شخصي في الكلاس هي بتطلع 25% تقدر تردودها في حساباتك يعني عن موجود مشتقة اتوقع في لو كانت هاي مش موجوده شو حكينا الار اعتبره؟ هاي تمام؟ بس اجي احسب البي اوت يعني وانا لو طلبت منك ايش يصير هذا السيستم؟ سيستمات زي ما هو بطلع البي كوليكتر والاي كوليكتر عفوا بطلع الاي كوليكتر واجيبها في ال 20 بطلع البي ان والبي اوت بطلع الفي هاي اي سي بطلع الار اس تربيع على البوينت كنترول هاي شو بقول؟ اول شيء البي سي شو بتساوي؟ نفس الاناليسيس اللي انا قلت لك بتعطيك 12 فولت صح؟ تمام؟ هاي النقطة بدك تصير تهمني إذا كان المعطيات موجودة، كان كل شيء موجود في الكلام. بس بدك تهتم إنه شغال في اللينير، مش شغال ما وصل لساتوريشن أو طيب الـ في أوتبوت كم؟ جين
في البي ام بورد. الجيج تساوي 0.25 ار ار اي مضروبات في البي ام بورد معلومه هاي معنى المشكله. طلع البي اوت بوت هاي الاوت بوت ماكسيموم حتى البي ام بورد ماكسيموم تمام. اذا بس هاي خلينا ماكسيموم بتصير البي اوت بوت بتساوي ان البي اوت بوت ماكسيموم على جذر الاثنين تربيع ار ار سي تمام. يعني بعتبر هذا اللي البي ان بوت بتساوي من البي سي لار بي سي في مشكلة في هذا الكلاس اير؟ في شيء مش واضح في كلاس اير؟ في شيء واضح في كلاس اير؟ لا انا ما عندي مانع. طيب بس برجع احكي في اوتوت ماكس انا كنت طلعتها عادي مش هتكفي شو نعمل لكم؟ في اوتوت حكيت هو عباره عن الجيم في الفي انبوت. الفي انبوت بدي اعطيني اياه مثلا في ماكسيمم في ساين عملتها في صح؟ اخذت الفي انبوت ماكسيمم وعملتها في الجيم بالضبط زي ما كنت اوجده بيطلع معي الفي اوتوت ماكسيمم. في اوتوت ماكسيمم عن جذر اثنين اعطيني الار ماستر الاوتوت تربيع على ار واعطيني الباور للاوتوت تمام؟ طيب بدنا الشمس زي هيك و امسحها. طيب بدي احل الاي سي لحال والدي سي لحال وشوف شو ممكن يطلب منها اشياء. بدي احل الدي سي لحال مش مشكله. دي سي سي ماينس 0.7 على 20 كيلو اعطيني الاي بيز بدي اضربها في البيتا صح؟ اللي هو 25 اعطيني الاي كوليكتر مش هيك؟ اذا طلعت اي كوليكتر اوديت التيار اللي مار هون دي سي فاليو. حكينا ممكن استخدم سوينج انه بده ماكسيموم افشنسي لهذا السيستم ممكن لا. طبعا بالمناسبه كيف ممكن يطلب مني شغلات وانا غير هيك؟ يخلي مجهود زي هيك ويقول لك مش بدي قيمته بدي الماكسيموم افشنسي لهذا الشيء. يعني مثلا خلي ار سي مجهوله قيمته لما تكون الافشنسي ماكسيموم. كيف؟ قيمه المجهول لما تكون الافشنسي ماكسيموم. لا بديش ممكن زي هيك ما هي نفس المعنى لو كان بدي ار ماكسيموم. يعني نفس السؤال قبل شوي، لكن هسه لا بدي قيمه الافشنسي ماكسيموم. مش هاي ال 14 طلعت معي هون مثلا، صح؟ انا معي اصل بس لعند ال 20 دخل ال 10 بالتالي لا ما هو هاي هاي اي سنس هيك البي سي بالضبط لو كان بخليها تصير عند ال 10 مش عند ال 14 هاي معي الاي سي صح؟ انا بدي اياها وخليها 10 بالضبط وخلي تاخذ سمك كامل. ساعة بتطلعها وبتصير 10 ماكسيموم عدد الاثنين تربيع هي الفي اوت تربيع في الاي سي ما بتقدرش تقول في اوت تربيع. ليش تقول في اوت تربيع على ار؟ ليش؟ لان ار مش معك اصلا ار مجهوله. بتقول في اوت تربيع على في اوت في الاي سي. الاي سي هي اللي طلعت طبعا اللي طلعت صح؟ بتطلع معي الفي اوت والفي ان بوت سهل تطلعه الاي سي لا الاي سي الار سي هو يعني اسمع الار سي مجهوله بضرب الاي سي ضرب ار سي ضرب 7 10 اللي هي وصل البي سي سي كيف؟ بس خلص البي سي سي 20 بدي اياها 10 الاي سي ضرب الار سي بدي اياها 10 اساسا بدي الاي سي بضل قيمه الار سي بصير بتعملها بالهاي بصير 100% بتقدر تطلعها على كي بي ال هون البي سي سي 20 او ماينس 20 مش كي بي ال زائد الاي بي اس في 20 كيلو زائد الار اي سمول انت تطلع الار اي سمول صح؟ الاي كوليكتر بيساوي زيرو او اي مش مشكله تمام؟ اي مجهول واحد يوصل الاي كوليكتر هذا بيقدر تعبر عن الاي بيز في بيتا او اي كوليكتر على بيتا صح؟ بيقدر الاي كوليكتر من هون وهي البي كوليكتر معك هي في اي بتطلع برا بتقدر زي ما حكى انت بتعرف قديش البي ار بيكون 10 عند ال 10 بتصير 10 بس تمام؟ بس زي هيك يعني في شيء انا حتى مش متوقع كيف رح يجي السؤال بس احنا اللي جابني اياه قلت لكم ما طلب افشنسي طلب كرنت او كان معطيك كرنت طلب شيء ثاني زي هيك يعني هو سيركت الكترونيات هون. طب بس خلينا نتكلم شوي عن البش بول اللي هو ال ممكن نجيب اورنج بيرفكت ولا كله ديجيتال ولو جاب لك شو المشكله؟ بهمك بالاخر استخدموه يعني بهمك بالاخر طلع الفي اوت والاي سي اللي هي جين في بي ام الجين لو شو مكان داير ولا صح؟ والفي ام بتكون مقطع
بيطلع معك الاوتبوت اي سي بتعمل له ارمس، ارمس يعني تقسم عدد الاثنين ماكس عدد. الدي سي اللي هو البار في اذا كان فت مثلا هذا هو الدي سي، دي سي سي هون في الاي سي او او في الاي جرين حسب دربين هو ال بي ام البي اوتبوت هي البي اوتبوت صح؟ لو كان في لود او فيش لود بغض النظر البي اوتبوت كيف طلع اللي هي جيت البي اوتبوت طلعت البي اوتبوت طلع بتاخذ لها الارمز تقسمها على تربيع على ار سي او تربيع على ار اذا كان في ار تمام؟ في مشكله في هذا الشهر لو جاب شغال الدور اللي فيها هي ستيج هي اخر ستيج تكون الاي سيز بس انا بكون عندي اي سيز مهمتها كذا وكذا 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 صح؟ اخر ستيج تكون باور امبليفاير الغايه منها بالعاده عشان تقلل الار اوتبوت مشان الار اوتبوت هي شو تكون؟ زيرو صح؟ فهي عشان تقللها ليش ما استخدمش مش باور ترانزستور؟ لانه اوريدي تكون السيجنال اللي داخل كبيره يعني معمولها امبليفاير اصلا تمام؟ بتكون معمولها امبليفاير من ثلاث ترانزستور صغير ممكن تدخلها على السالفه الكتب بسرعه فهذا هو عشان هيك بسرعه هذا المشهور اللي هو بالعاده بيجي عليه الاسئله هذا هذاك بيجي عليه بس ما بيجي عليه ثاني كثير مو هذا هاي دي سي مثلا 20 فولت ار سي مثلا 1 كيلو اوم تمام بقول لك فايند افشنسي فور ذا سيستم طيب اعطيك طبعا بي انبوت بتساوي 5 ساين اوميجا نفس المثال نفس الارقام نفس هو 5 ساين طيب طبعا هذا السؤال ممكن تروح تشوف واحد بحله بطريقه كثير طويله بس هو كثير سهل وكثير واضح هذا كله من ايش؟ وار الفلتر الجين تبعهن هو مش واحد صح؟ بقدر اقول بس على شرط انه ما يدخلش في السات ولا في الكتف ان الفي اوتبوت يساوي في هذا بتدخل نص السيجنال وهذا بتدخل نص الثاني بس بدي اكون حذر انه ما دخلتش لا بالسات ولا بالفلتر بس هاي طيب هذا شو النقطة هاي طبعا هو بالعادة هذا مشتغل هوش في مسار بشكل هذا مش سهل انك تلعب الباوند بس لو بدنا نحسبها هيك على السريع في اوت لازم تخش غير زيرو عشان هذا ما يصيرش سهل صح؟ بس هذا بيشتغل اصلا في النيجاتيف بالتالي هذا الزيرو تعيده الابر ليمت فاهمين معي؟ وهاي كمان لازم ما تصيرش البي سي سي عشان هذا ما يكونش زيرو البي سي من هون لهون. من البي اوت. من البي سي سي لزيرو. انت طلعتها؟ طيب ايوه. هسه هاي اذا كانت زيرو بيكون هذا هاي جراوند. البيو بليكر زيرو. يعني وصل للسات. صح؟ اذا زاد كان زيرو بيكون هذا دخل بالسات. انا بالنسبه للكيو 2 هذا الخبر اللي مثل كيو 2 ما راح يتعدى الزيرو. لانه مشتغل بالنيجاتيف. اصلا هذا مشتغل بالنيجاتيف. تمام. بالنسبه للكيو 1 Q1 اذا كانت هاي زيرو شو بتكون هاي؟ بوتي اللي هون 20 مش مشكلة لا مش مشكلة 20 راجعة تيار ما فيهاش مشكلة يعني لكن المشكلة ما تصيرش 20 لو صارت 20 تصير بوتي هون زيرو صح؟ لو وصلت زيرو تصير هذا السبب فبالتالي بالنسبة لهذه هي بي سي سي طب بالنسبة للتحتاني لو كانت هاي ماينس بي سي سي شو مشكلتها؟ ممكن تصير ماينس بي سي سي؟ ممكن؟ شو رايك؟ رزيق انت عارف ايش سؤالي؟ شو بدي احط صار هون احط ماينس بي اي هاي تصير تشبه هاي صح؟ زي ما هذا الباوند الباوند تبعه بي سي سي هذا لازم يكون ايش؟ خلص بس زي هيك هسا لو بدي اطلع الافشنسي حكيت الاوت بتساوي الانبوت على شرط انه يكون شغال بهذا يعني اذا كان بي سي سي 20 فولت وهاي مثلا 10 فولت الفي انبوت اكبر قيمه لها لازم تكون 10 صاير كثير لانه هذا الباوند تبعي تمام اذا كانت اكثر من 10 من تحت بتصير تعمل ريجكت لبعض الجزء للجزء منها طيب زي هيك لو كانت 10 وهي 10 كيف بدي احسب افشنسي؟ عرفت البي اوتبوت الار لود معها البي سي سي الاي سي اللي هو الدي سي بايسنج كيف بنحلها؟ خلينا نحل دي سي بايسنج نطلع الاي كونكتر
هسه في الاي في الاي تي كاب هذا الترانزستور بدي احسبه دي سي بس بدي احط هاي زيرو صح؟ او لا هي ما شاء الله كم بتطلع برايك لو بدي احللها انا دي سي كيف بدي احل طيب؟ تمشي كيف بيقل هيك صح؟ هيك بس تبيش قلب هيك شو بطلع؟ في انا بدي احل دي سي لو حطينا هون طبعا ترانزستور هسه نرجع لهي طيب ترانزستور هون هاي بتشتغل الدائرة في دي سي ليش طيب؟ لا اللي بقول لا ليش اللي بقول اه ليش؟ طيب كيف بدي احللها دي سي؟ ما لنا صرنا في مهندس فاينل شو يعني كذا؟ طيب لو كان في مقاومة هون بدي احللها حلل ليش ما تحلل؟ يا اخي طب حلو دي سي اجاك سؤال زي هيك هيك مشي كمان هذا في شيء اللي هو بقدر امشي بدي اضطر امشي في اي مثال طيب وبعدين خلص ما بنحل شيء طيب بس عم تسمعي بشغله بسيطه هاي بوينت 7 صح؟ عشان تصير شغاله عند الزيرو انا قاعد اقول عشان تصير شغاله عند الزيرو فاهمين علي؟ يعني في بوينت زيرو يا اخوان يعني ما فيش اي كوليكتر اصلا هاي لو كانت بوينت 6 مثلا هذا بكون كتر هو واحد منهم ما راح يشتغل في الدي سي اصلا هذا شو هو شو كلاس ايش؟ كلاس؟ ايه؟ كلاس بي كلاس بي او اي بي مش مشكله اسميه زي ما بدك بس شو الكيو بوينت تعيطه؟ بدك تحل؟ تعمل كي بي ال بتدور؟ دور اعمل كي بي ال بتحول حوالين هذا زيرو بوينت 7 ما لنا طيب الاي كونكتر من هون نسميها اي سي 1 وهي نسميها اي سي 2 تمام لان راح تختلف عن بعض في الدي سي في الاي سي الاي سي 1 هي ها هي هاي صح؟ طيب الاي سي 2 هي طلع مره ثانيه هذا الاي كونكتر هيك شكله صار طلع له ار ام اس بقدر طلع ار ام اس لهذا الشكل؟ طلعها كم الار ام اس هذا الشكل؟ بس ايش هيك؟ بس صغير من صغير. ايوه. علم ملفح شو هو رسمته؟ هاي الاي كونكتر هذا. كيف رسمته؟ اي كونكتر في الجزء الموجب بيطلع هذا. صح؟ في الجزء السالب بيطلع هذا. تمام؟ انا شو بدي اطلع؟ طلع الباور اللي ضايع هون وهون. حلو؟ جبت هذا، جمعت هذا، بدي اجيب هاي واجمع هاي. او تقدر تجيب هاي في هاي زائد هاي في هاي حلو؟ لو بدي اجيب هاي لازم ابدا اعمل وحده لحالها، هذا الاول اي سي 1 والاي سي 2 هاي شكلها صح؟ هاي على 2 جذر 2 وهاي بي ام على 2 جذر 2 مش بي ام بي ام صح؟ انا شو قاعد اقول بس سيارة حتى الاي ماكس الاي ماكس كم؟ انا بحط اي ماكس مش بي ام ايش؟ اي ار ام اس الاي ار ام اس حق اي لا لا انا بقول بالبوتين اخوان البوتين هاي اللي بعرفها انا هي هاي لانه الجير واحد مش الجير واحد البي ار تساوي بي انبوت يعني في ماكس هاي هي من الانبوت جبتها انا هاي جبتها من الانبوت تمام هاي بي اوت ار ام اس هاي بي اوت ار ام اس مش الاوت ار ام اس هاي البوتين قلت لكم خلنا نخلي كريم يشرح لكم اياها مرة تفوش علي تفضل على اثنين جدا اثنين لا صح بس لا ما بدي حد الشاف حد شاف هيك صح؟ هاي مشيكا حلو انا مرات معنا هاي الشغله مش كثير يعني مرات معي مش ذاكر اذا جاء معي شيء زي هيك حط لي انا بس هذا الشيء بس السؤال اللي جانا خلينا نقول اياه وقبل حرف الباور اند فير انا الباور اند فير على زمان ما كنتش فاهم زي الناس مش صعب بس عادي يعني ما كنتش فاهم اي ما كنتش فاهم صح كيف؟ ليش ما كنتش فاهم؟ ليش؟ طيب عندك شو فاضي مش حابب خلص طيب لو اعطانا التيار اللي هو بقدر اطلع الجي ار صح؟ كان معطينا شيء بالافشنسي كمان هون السؤال
معطينا في شمسي ومعطينا التيار بده ار ان او بده ار سي او اي شيء. طيب لو معطيني التيار في هاي بقدر اطلع الفي ار صح؟ الفي ار هو نفسه الفي ان بوت لانه واحد جيم واحد. طيب اذا كان الفي ان بوت واحد الاي سي بشكل هيك نص هاي صح؟ طيب هاي الماكسيموم مثلا هاي 1 ملي امبير تمام؟ لو عرفت انا كيف عرفت الفي ار بوت؟ بدي اعرف المقاومه بس المقاومه اصلا مجهوله بس الاي سي هي نفس الاتيار اللي هون ليش؟ مين يحكي لي صح ومين يحكي لي؟ واحد رح يشتغل اي سي بالضبط في الطرف الموجب هو هذا في الطرف السالب هو هذا فهي ال 1 ملي امبير هي هاي الاي سي 1 في الاي سي 2 هي هاي بس نفس البيك سنتين 1 ملي امبير صح؟ تمام؟ فانا طلعت الاي سي هاي وطلعت الاي سي هاي طيب من هاي بقدر اطلع في ار ماس اللي هي 1 2 وهاي 1 2 طلعت ار ماس الباور تبع هاي 20 في نص 10 التيار ما بينعكس نعم التيار ما بينعكس هو بيكون نازل من فوق تمام كيف طيب لما يشتغل اللي تحت ايش بصير هيك التيار؟ كيف؟ هيك بصير هاي يعني مره موجب هاي هي موجب سالب هيك وهيك باش قول الفولتي راح تطلع مره من جوه مره زي ما هي سي تمام طازم طيب هاي التيار الثاني الباور تحته حكينا نص في 10 5 واط اذا البي انبوت بتساوي 15 واط اللي هي هاي زائد هاي تمام البي اوتبوت اذا عرفتها اذا عرفت بي اوتبوت بعرف الفي اوتبوت صح؟ وإذا عرفت الـ V output بعرف الـ R ضد الـ V أنا. شايف؟ أنا معي الـ I output. أنا بعرف الـ V output. V output كيف بتعرف؟ منين؟ شو نفسه الـ V input؟ أنت بتعرف الـ V input؟ بعطيك الـ V input 2؟ أه بعطيك. شو بعطيك الـ V input 2؟ خمسة. لا هذا سؤال ثاني، أول سؤال لازم امتحان. ما كانش عم في input، بس بعطيك الشغلات طيب بعطيك الإفشنسي. يعني شو شو قلنا الإفشنسي والكلام. بس. وبده الـ R in. طلعت الـ V input. طلعت الـ V output. الـ V input بتساوي الإفشنسي في الـ V output. صح؟ هاي بي اوت معلومة عندنا بي اوت معلومة عندنا بي اوت بتساوي البي اوت التربيع على الار ان صح؟ بس هذا بقدر استخدمه ليش استخدمه؟ لانه الار ان مجهول البي اوت مجهول بس بقدر استخدم البي في الار ان الاي معلومة اعطيك اياها طلع البي بالضبط طلع البي ار ام اس يا بترجعها للبيك بتروح بجدول اثنين لان البي ماكسيموم بتساوي جدول اثنين بي ار ام اس عشان تقسمها على الاي ار ام اس على الاي ماكسيموم طلع الار يا اما بحول هاي للار اس بصير في ار اس على الاي ار اس ركزتوا في هذا السؤال ولا عيده؟ عيده؟ طيب كان معطينا التيار الار زود صار 1 ملي امبير طبعا هاي الماكسيموم يعني 1 يساوي نيجاتيف ملي من اللي عندنا تمام؟ معطينا التيار الاوت زي هيك، معطينا الافشنسي مثلا 95% بقول لك فاين، يعني شو الافشنسي 70% بقول لك اوت دي الار تمام؟ طيب التيار هذا معي، اتفقنا التيار هذا في الموجب هو هذا، في السالب هو هذا. بطلع البي اوت وبطلع البي انبوت. اي لاين كيف؟ اي سي اي لود. التيار اللي ما في لود تمام؟ طيب الافشنسي شو بتساوي؟ بي اوت على بي ان اذا عرفت البي اوت بي اوت شو بتساوي؟ بي اوت بوت في اي اوت بوت اي اوت معلومه اذا عرفت البي اوت صح؟ شيء اذا عرفت البي اوت في اي اوت معلومه بطلع الار بوت يعني خطتي بدي اطلع الفي اوت عن طريق البي اوت البي اوت منين اجيبها؟ الافشنسي في بي ان شو بتساوي؟ اللي بي دي سي هاي تيارها زائد هاي تيارها صح؟ طيب هاي كم؟ 10 تيار اللي ما فيها 1 ملي امبير بس في الهاف سايد يعني شيء نص من هاي يعني 1 على 2 مش غير الاثنين في الـ اي سي السينسور الكامل شو كنا نقول؟ في ماكسيمم على جدول الاثنين صح؟ اذا كانت نصها في ماكسيمم على تمام؟ فصارت في الاي ماكسيمم اللي هي 1 على 2 تطلع 5 واط زائد هاي بي 1 اللي هي من النار
والبيتو اللي فوقانية 20 بنفس التيار في نص لأن 10 واط لأن الدور الثاني تطلع 15 واط تمام؟ اللي طلع لنا ايش؟ البي اوتبوت اذا البي اوتبوت بتساوي من 15 ل 0.95 اللي هي الشمس تمام؟ كم تطلع؟ شمس مش 0.7 0.7 شو هذا مش وين هو شو مين هو؟ نعم؟ اللي كم طلع؟ شو الكلاس تبعه؟ 10 ونص بي هاي 2.0 طيب 10 ونص هي بي ال 10 ونص هاي بتساوي لنا التيار صح؟ تيار ار ام اس في فولتي ار ام اس صح؟ في تيار ار ام اس هي الماكسيمم على ليفل 2 طيب بطلع في ار ام اس كم تطلع؟ 10 ونص ليفل 2 كم؟ و زمان هاي ايش في اوتبوت ار ام اس يا بطلع الفي اوتبوت بيك تو بيك عشان اسمها الاي اوتبوت الاي بي يا بطلع الفي اوتبوت بيك عشان اسمها البي يا بطلع هاي ار ام اس واسمها ار يعني الار اتش بتساوي في اوت مع الاي اوتبوت صح يا ار ام اس تنتهي يا ام ام بيك تنتهي طيب هاي الار ام اس 14.8 الاي ار ام اس كم 1.2 شو بتطلع تقريبا مش تقريبا 10 مضرب 2 صار وضح هذا السؤال هسه كيف؟ لانه من التعريف في جدل تربيت حاول تقول ان هذا هاي بعد ما نحل نقول لك الجواب بعد ما تقطعنا بعد ما يحلوا التكامل بيطلع هيك بس انا بس هذا بي ار بس اللي 10 ونص ضرب جذر 2 بعد كيف؟ هاي؟ هاي البي ار بس ليش بي ار بس؟ بالضبط ليش خلينا مع بعض شو بنجي مع بعض ما في لانه ار بس ار بس هاي واحد على جذر الثانية ار بس طلع جذر الثانية بوضع اقشطة منه ذاك الجذر كنت تحولها ماكسيموم بعدين تقدر تحولها ماكسيموم وتخلي هاي ماكسيموم تصير 100 كيف تحول هاي ماكسيموم؟ تروح جذر الاثنين على واحد لين تطابق ليه ما حصلنا على الاثنين نعم؟ ليش ما حصلنا على الاثنين لما طلعنا ار ام اس وانا ما ضربنا جذر الاثنين عشان نطلع ار ام اس وانا ضربنا الاثنين على نهاية المعادلة تمام؟ هون الاي حصلنا على الاثنين كان طلع ار ام اس دائما نقسم ما بنضرب هاي لانه هذا هاف سايكل هذا الفول سايكل هذا النص بيجي من هون النص الثاني بيجي من هون تمام يعني رسمه الكليه كبري هون قيمتها هي قيمه هذا النص تمام بس حتى يحطها طيب ادخل على الاوبريشن بتاعي انسى انت شفت شو اسمه انت شفت الدكتور شو فيها؟ مثل بعض الأيام اللي نشوفها من الشابتر الأخير هو قانون
الأوبان هو أقرب للديفرنس أمبليفاير، لكن الأوبان بس بطلنا نتعامل معه. في شيء كده. الأوبان بعده هو آي سي، آي سي جاهزة لها كذلك بدها توصلها كاملة. شكلها هي له فايف تيرمينال مش هو. البي بوزيتيف هو البوزيتيف انبوت، النيجاتيف انبوت، البي سي سي ماينس في اي اي والفي اوتبوت. تمام؟ هو بالاخر اوبريشن، خلينا نترك كلمه اوبريشن وننظر على كلمه امبليفاير. هو بالاخر امبليفاير بجيب انبوت بضربه في سكيل بيطلع لي اوتبوت. تمام؟ هو شكله هيك لازم يكون، مش هيك نحن متفقين على اي امبليفاير. صح؟ هذا اي امبليفاير في الدنيا، لما يكون ايديال بتكون هاي انفينيتي هتكون زيرو. تمام؟ عادي امبليفاير يعني بس تغير اسم الاوبريشن امبليفاير. طيب، لان هو نفس الشيء بس هاي البوزيتيف هاي النيجاتيف هاي الفي اوتبوت. وهذا جيم في في ان في بي ديفرنس في فرق بين الاوتبوت البوزيتيف. لان حكينا في الايديال الجيم شو لازم يكون؟ كبير جدا، صح؟ وانا الجيم نفس الكونسيبت يا ولي الفي جي. تمام؟ طيب ركزوا بس معي خطوه بسيطه كثير. هسه لما بدي اطلع الفي اوتبوت، الفي اوتبوت شو بتساوي؟ جيم في في ان، صح؟ او في ديفرنس. تمام؟ اذا كان الاوتبوت فاليد يعني نقطه الجيم شيء كبير كثير لازم هذا الشيء يكون دليل. اذا هذا يقول الانفينيتي لازم هذا يكون زيرو عشان يطلع الاوتبوت رقم لما اعمل ليمت، صح؟ فلما اقول الفي دي تقول الى زيرو يعني هو كاني بقول الفي بوزيتيف او مش بتساوي الفي نيجاتيف. تمام؟ اللي هاي تقريبا بتساوي هاي. اذا ما تساوي بتطلع الاوتبوت مش فاليد بالنسبه لي، لانه اذا هاي مثلا كانت واحد خلينا نقول بيناتهم واحد ضرب انفينيتي انفينيتي او واحد ضرب مليون واحد ضرب 1000، صح؟ لو كانت 0.5 ضرب 1000 بيطلع رقم كبير، لكن حتى الاوتبوت ستيبل شيء معقول لازم يكون ديفرنس اولموست زيرو بيناتهم. فهذا الشيء اللي نسميه الفيرتشوال شورت وكانها بتساوي كفولتيه، لكن التيار اللي ما فيها فيش تيار زيرو. تمام؟ يعني التيار اللي هو التيار اللي هو لكن في بوزيتيف اولموست ايكوال في. تمام؟ لحتى يكون ستيبل حتى اقدر انا اطلع منها. لان الامثله اللي معانا كل الاوبريشن امبليفاير لازم يكون فيه نيجاتيف فيدباك. كمان ضروري الستابيليتي يعني حتى يكون ستيبل هذا لازم يكون فيه نيجاتيف فيدباك. كل اللي حد راح يتكلم ان شاء الله هو اوبريشن امبليفاير وذ نيجاتيف فيدباك. تمام؟ اعطيني بس. طيب. اخر سلايد اللي كنت اور ديسيبيتد ترانزستور. في سي في الاي سي صح؟ في سي اي في الاي سي اوكي. اذا صعب خلينا شوي لحتى نكمل هو لانه من اساس بلشنا خلينا نبلش على كم مثال بعدين اخر. طيب الديفرنس بين الانبوتين لازم يكون زيرو، لازم يكون الديفرنس زيرو عشان يطلع الاوتبوت ستيبل. طيب هسا عادي تصير شوف هذا الشكل في الدواء طبيعي هاي جزء هاي النيجاتيف هاي اللي اوتبوت وانا لازم يكون في عندي فيدباك سواء فيدباك يونيتي او فيدباك باور بغض النظر لازم يكون في عندي فيدباك. تمام؟ لو افترضنا انه الشكل اللي معطيني اياه هون مثلا هاي مش مشكلة عكسناها ما في المهم انه نيجاتيف فيدباك يعني المهم الفيدباك وين جاي؟ مش على البوزيتيف. تمام؟ يعني هو صحيح بالفعل الكتاب قال بس ما تفهم بالمره. احنا لما جابنا هي جابوا ثلاث فوق بعض يعني النيجاتيف مره فوق ومره تحت عشان يلقى البعض. تمام؟ عشان يهبي لك. ايه؟ عشان يهبي لكم عشان يهبي ولا يهبي لك ولا شيء لكن عشان كل فيرتشوال شورت مسخره كان. كيف مسخره؟ طيب لما عملنا فيرتشوال شورت هون بتكون هاي النقطه شو مالها؟ في انبوت صح؟ بدي اكتب انا في انبوت دلاله في عشان اطلع الجين كامل للدائره هنا. طيب الفي انبوت هذول الثنتين شو معنى؟ سيريز ولا مش سيريز؟ هذا في تيار هون؟ لانه هاي بدي ادخل هون زيرو. طبعا رفضوا في معلومات هاي بايسنس لازم تكون عارفها 100%. التيار اللي هون زيرو والتيار اللي هون بعرفه. تمام؟
خيار اللي خارج ما بنعرفه، وعلى الارجح ما يطلبوا منكم، واذا طلبوا منكم تدبروا حالكم تمام. لكن خيار داخل الان زين. طيب هاي في انبوت بتكتب في اوت بدلاله في انبوت. لو بدي انا اكتب في انبوت بدلاله في اوت بوت، هاي بعملها ديبادر اسميها ار1 ار2 تمام. تطلع في انبوت بتساوي ار1 على ار1 زائد ار2 في ار1. هاي المعلومه صحيحه ولا مش صحيحه؟ صح؟ اضرب بين سيريز بكتب في انبوت بدلاله في اوت بوت ديبادر ار1 ار1 زائد ار2 في ار2. بس انا بدي في اوت بتاع في انبوت يعني جيم، شو بتساوي؟ اقلب هذا الشيء بصير ار1 على ار1 زائد ار2 على ار1 اللي هي 1 زائد ار2 على ار1 تمام؟ نقدر نشتغل بطريقه بون نوداتك ولا بون بتاع ساحنا شو؟ بس طبعا هون شغل نوداتك يعني نود 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 انرجي نودك حلو تمام؟ نودك تعمل نود اللي هو توجد هناك كل شيء تقدر تعمل هاي. انا قلت هاي مثلا في ان على ار1 زائد في ان ماينس في او على ار2 يساوي زيرو، لان التيار اللي هون زيرو صح؟ بس في ان لما عملناها شورت سيركت شو صارت تساوي؟ اه هي في ان تمام. بس تكتب في اوت بدلت في ان، هاي في ان بتساوي في اوت لما نقول الجهه الثانيه بصير زائد في اوت على ار ال الكل على واحد ار1 زائد واحد على ار2 صح؟ شو بيعمل الكود؟ نقلت هاي لهون طلعت في انبوت حسبتها في انبوت صار هذا الشيء. انا بدي في اوتبوت على في انبوت اللي بتساوي هاي وحدنا طبعا بتصير ار2 زائد ار1 على ار2 في ار1 صح؟ هاي ار1 بتصير ار2 جميل؟ بس راح اعمل لهم ايش؟ لا راح انزل بالضبط لانه هو في المطار اصلا يعني هذا الشيء بتساوي في انبوت بتساوي في اوتبوت على ار1 زائد ار2 على ار1 صح؟ بدي في ار تبي انبوت هذا بصير ار2 زائد ار1 على ار1 بنفس العلاقه تمام؟ يعني تقدر تشتغل من هذا الاناليسيس تقدر تشتغله عادي بالبدء اني اعرفه سيريز وبرا الاوبشن عشان ما تلخبطوش اشتغل الموديل دائما الموديل بارد دائما الموديل بساعد كل طرف اذا كان اكثر من انبوت عادي شو بيركض شيء كل الاول اشتغل الثاني زائد كل الثاني اشتغل الاول زائد كل الثالث اشتغل الاول بعدين تجمعين سوبر بوزيشن بالضبط. هاي لينير سيركل مش يعني هاي شغال بان فيها سوبر بوزيشن. طيب خلينا ناخذ المثال الثاني وانا بحدد هذا المثال. طبعا تقدروا كمان توضحوا لو بدكم توضحوا هذا الشيء مهم شو فين عنه اوبن سيرفر تقدر تحط الموديل تبعه هاي الموديل صح؟ وهي وانا اوبن فيرتشوال شورت اوكي مش مشكلة وصارت الدائرة اكثر وضوحا هذا سيريز تقدر يعني تقدر تخلوه تتعامل معاه زي ما بتعرف. طيب هسه لو زي هيك يعني لازم يكون في فيلتر كان في ار ال بشكل عام. شو السؤال؟ جيم جيم كان؟ ليش؟ بالضبط شايف هذا الشعور حق جيم صار جيم هذا اللي بسموه يونيتي. طيب ايش؟ ليش واحد؟ ليش واحد؟ هاي بي انبوت هاي بي انبوت هاي بي اوت بتطلع بي انبوت هاي بي اوت بيرفع بي انبوت واحد تمام؟ طيب كان في مقاومة هون هاي بي انبوت هاي بي انبوت شكرا هاي في شيء هون هاي بي انبوت صح؟ لو بدي زي هيك جيم اوت بتاع الانبوت هاي نيجاتيف فيدباك فاليد مش مشكلة يعني. طبعا هذا اتوقع موجود مش مشكلة خلينا نشوف هذا الجيم شو هسه حجبناها؟ ايه بس اللي حجبناها لا كان انبوت هون كان انبوت صار هون هاي صارت تقرا خلينا نسمي هاي ار1 هاي ار2 يعني كان في
كيف؟ بنزل جرافيك بقدر اعمل نودل هون بالضبط بقدر اعمل نودل هون اسمها بس في في اتش ماينس في ان على ار 1 زائد في اتش ماينس في او على ار 2 صار زي صح؟ اكس مثلا شلون مش لازم يكون تساوي مش زائد وين؟ التيار بالار 2 نفس التيار بالار 1 هون؟ اذا بدك اياها تساوي لا بدون ماينس لا بدون موجب مو ركز انت بتقول التيار هذا نفس اللي هناك نفس اللي هو ايوه فبالتالي خلينا نعمل نود العادي الخارج بيساوي زيرو طيب الخارج من هون في اكس على في او اذا بدك تعمل انت كلامك لازم تقول في او ماينس في اكس على هاي فهي في او ماينس في اكس على هاي بنقول هذا الداخل بيساوي هذا جميل اما انت عمل نود الاناليسيس عادي الخارج من هاي النقطه يعني من هون لهون زائد من هون لهون بيساوي زيرو هذا زيرو اوريدي تمام في اكس ماينس في ان على ار زائد في اكس ماينس في او على ار بيساوي زيرو ليه هذا الشيء في اكس اصلا زيرو من فيرتشوال شورت تمام تطلع معنا في اوت بيساوي قلنا هذا هون وهذا هون في ان على ار 1 بيكون على 1 على ار 2 في ماينس بالضبط وبالتالي في ار على في انبوت ماينس ار 2 على ار الماينس من هون احنا قلنا هاي قبل طيب شوف في كمان مثال بدل ما ناخذ مثال ايش مثال يكون؟ هاي في 2 هاي في 1 زي هيك يا مدير؟ طب هات اعطيني هذول الانفيرتنج نوت نون انفيرتنج مش ضروري تحفظ حل يا طيب هاي مثال قال لك مش تحفظ بس ادرس الاولاني اللي طلع واحد هو اليونيتي اللي فيه سالب انفيرتنج اللي واحد زاد ار2 على ار1 نفس انفيرتنج هاي الفيديو هاي الفيديو هيا دي دي يعني ولا دي ولا راب مش هاي ار ار هاي ار ار شو اللي عندو زد قول يا تام شو اللي عندو زد دي ولا راب مش دي فري يعني ايه صح تمام دي ار شو بتساوي ايه 1 بي 1 ايه 2 بي 2 ايه 3 بي 3 تمام؟ في الحالة هاي مش رح يطلب جيم كامل هيك ويسكت. لا مش في انبوت يعني انبوت ثالث. اه اذا سميت هاي بي انبوت بقصد الجيم هون لهون هو دي سي. هو دي سي. في بوتي ايش بوتيته هي قد؟ ايش بوتيته هي قد؟ رقم يعني تمام؟ طيب لو لو افترضنا نقول انبوت بعدين برجع تمام؟ لو افترضنا نقول انبوت 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 وطلب مني مثلا في اوت بس عشان يعطيني ثلاثة انبوت شو بدي اعمل؟ بعمل سوبر بوزيشن بعمل كل هذا وهذا وطلع من هاي لهاي برجع بعمل كل هاي لهاي وطلع من هاي وبالتالي نفس الشيء بعمل فيرتشوال شورت ما هو دائما راح اعمل فيرتشوال شورت بس لو عملت فيرتشوال شورت هون بصير هاي في 3 وهاي في 1 شو يعني بدي في اوت بدال في 1 بدي اقول في اوت بدال في 2 تفضل سؤال؟ طيب الاول اي 1 شو بتساوي؟ لان في اوت على دي 1 هي اوت بوت وهي 1 بعمل كل هاي وكل هاي هاي صار هذول كلهم انبوت صح؟ اه هاي صار في جراوند هذا عندك الناس هي بتقول لا في انبوت واحد وهذا نرجع لان هاي جراوند وهاي جراوند هاي بوت شوي شوي هاي بطل لها وجود صح؟ هاي صارت نت انفيرتنج اللي هو مثل خطنا قبل شوي او انفيرتنج صح؟ في انبوت صار اف على ار ما هي ماينس ار اف على ار في انبوت اه نعم انا احكي انه بس البي او مش الاي بي كيف كيف؟ اه بالضبط هاي البي او الاول او اذا بدك الاي 1 نحن بدنا نطلع البي او بتشيلها يعني اذا بدك الاي 1 الاي 2 الاي 2 شو بدي اعمل؟ كلها الثالثه كلها الاولى بضل هذا الشكل بتحس شيء ماينس ار اف على ار صح؟ طب الاي 3 من الثالث بعمل كلها هاي وكلها هاي صح؟ بضل الثنتين شو صار لما بعدين الكلمتين؟ بارلل صح؟
شغل سيارة من النقطة نفسها. فصارت الانفيرتنج اللي هي 1 زائد ار ار على ار 1 برال مع ار. فهي ممكن يجي يعطيك في الاول والثاني والثالث طلع في ار. انت لو طلع معك في الفهم الاول هذا رقم هذا رقم هذا رقم مضروب في في 1 مضروب في في 2 مضروب في في 3 تمام؟ شو ممكن لا بعوض هذا هذا رقم طلعته مضروب في في 1 زائد تمام؟ في في 1 كيف يعني؟ بدك جيم يعني صح؟ احكي لي جيم بين مين ومين؟ لازم هيك بالضبط. ما هي بدك فيها نقول شو الجيم؟ مساج اللي تبعنا للجيم. طيب لو كان هذا حزب صغير بثلاث بي سي وزيات. هاي البي ان وهاي البي 1 وبي 2 زي هيك بالضبط. هذا ثابته؟ وزيات تمام. وبدي البي الجيم اللي هي البي اوت على بي ان. انسى؟ طيب بعمل فيرتشوال شورت شنو؟ ونود اناليسيس هون نقطة واحدة سميها اكس في اكس ماينس الفي 2 بديش سميها اكس هي في ان صارت نفسها صح؟ بقدر اسميها في ان في ان ماينس الفي 2 على ار 2 زائد في ان ماينس في 1 على ار 1 زائد في ان ماينس في او على ار ار يساوي 0 ايش انا بدي اكسب؟ كيف؟ هون المفروض انه برضه يساوي مش زائد من التيار بين الثنتين ال R1 وال R2 يساوي التيار بال R. انت ايش تفرض التيار تجاهه؟ انا رايح شوف ركز معي لما تقول يساوي يعني هاد زائد هاد يساوي هاد هيك بدك ايوه حلو لما انت بدي اعمل هاد بقول في 2 ماينس في اكس بدي اضرب هاي سالب هاي تموي لما تعمل هاي تضرب هاي سالب وهاي تموي اه عندنا ثلاث منهم صح؟ بصير بصير تعمل انتجي بس بطريقه خاصه مش طبعا النودل هذا النودل هذا فيه مفهوم النودل المجموع التيارات الخارجيه بتساوي زيرو او مجموع التيارات الداخليه طيب برجع بقول ان في اوتبوت على في انبوت في الحاله هاي ما يمكن تقدر تطلع في اوتبوت على في انبوت بيساوي كذا تقدر؟ ما بتقدرش مش صار ما بتزبطش لانه في عندي تيار ثاني لحتى يزبط هذا الحكي لازم كل تيار اما في في انبوت او في اوتبوت يعني هاي اوكي هاي لا هاي اوكي هاي لا هاي اوكي وهاي اوكي فالفكره يا عم بعمل كلها هو الاثنين او انه ما راح يطلب هذا الحكي كله اصلا اللي راح يطلب بعطيك في ان ايكوال 5 ساين نيجاتيف طلع لي زيرو بالكلام هذا 100% بقدر اطلعها بس دون جيم هاي معلومه هاي معلومه هاي مش معلومه انا هون بس شو في بصير هون في 1 وفي 2 دي سي فاليو يعني هاي مثلا 1 2 فولت طيب هاي ثلاثة بطرحهم ما بعملهم جراف كيف؟ لما اكتب على بطرحهم ما بعمل جراف لا لا ما راح تعمل جراف بتعملي انت جيم لحاله بين هاي وهاي مضطر يطلع الجيم بديش تعملين غير تعملين جراف فهمت الفكرة كيف؟ يعني مثلا خمسة ضرب اثنين وثلاثة والبي ضد خمسة بدو بي تمام؟ ما بطلع نعم؟ إذا اثنين ثلاثة ما بطلع جيم لا بيطلع؟ ما بطلع جيم ما بطلع جيم بطلع جيم بس اذا كان ولا بد وبده الجيم انتهى لحظه على فكره هذا شو مشكلته؟ انه الجيم بكل لحظه بتغير هاي مشكلته يعني ما فيش جيم ثابت يعني بطلع في اوت بس اذا طلب منك كيف؟ يعني اذا طلب جيم اطلع اوت واقسم على المتوقع بالضبط اذا طلع منك الجيم من هاي النقطه من هاي اللحظه بتجيب الاوت وبتقسم عليه بس هذا مش جيم كامل يعني مش انت غيرت الانبوت راح نفس الجيم لعبت جيم ثاني تمام؟ كيف قاعدين نشتغل هون نودل اي سي مع دي سي ونطرح الانبوت ناقص الفكره في انبوت مستحيل تكون مشغوله انا سالت مره سؤال دكتور بس كان في انبوت ما تكون دي سي في انبوت هاي بشكل عام في انبوت ولا تكون ناقص لا مرابط بالجيم بس بغض النظر انت مش فكره يعني اذا طلع الجيم ومعاه انبوت بده اوتبوت ما فرقتش معه شيء كثير بس لو كان زي هيك بالشكل ما تك هاي خمسه فهمت عليك يعني ليش صايم تفضل ما بتعمل كل اذا كانوا اكثر من انبوت بدي اعمل سوبر بوزيشن طب ليش ما هيك؟ مش انبوت في 1 وفي 2 مش انبوت في 1 وفي 2 فاليو في سي فاليو نقطه يعني وتيتا هنا طب احنا عملنا النودل هون عشان نحسب شو؟ النودل عشان اطلع فيه اوت يعني انا بعمل كده عشان اطلع الكيس بالحاله هاي ما بتعملش كده بالمره انت بالحاله هاي ولا تذكر في شيء انبوت هاي معلومه هاي معلومه هاي معلومه طلع لي اوت اذا قطعت ارقام ما بعمل بتطلع بس اذا معك اكثر من انبوت بدك الجير الاول تعمل كل الثانيات بدك الجير الثاني تعمل كل الاول واللي بعد الثاني
تمام؟ طيب بالحالة هاي الفي عنده كان خمسة، خمسة ساين أوميجا تي ناقص الفي 2 كان 2 فولت على ار 2 افترض كل مرة افترض كل الار زائد الفي ان اللي هي 5 ماينس الفي 1 واحد زائد 5 ماينس الفي او يساوي 0 هاي الفي عنده سمينا 5 هاي 5 ساين أوميجا تي 10 ساين أوميجا تي 5 هاي كمان 5 ساين كلها ما هي بي انبوت من 15 ساين اوميجا تي ناقص 1 ناقص 2 هذا مش فاهم كيف اي سي بي سي كذا من النود اللي مش فاهم ليش متغلب؟ قيمه هاي مش دي سي ولا سي قيمه ساين سوداء هذا من ترسم الفي ار تي بي كان هاي ماينس 3 شو المشكله؟ شو المغلط فيه انت؟ مغلبني انهم عمري شفت نود لو في قيمة سي بالنوديات هاي مش انبوت يعني مش انتو في ار ثلاث في انبوت هاي قيمة خلص خمسة ساين نيجاتيف إذا قال لك أنت ماكسيمم انبوت بدك تحطها خمسة بدك ما تقدر أنت بدك تحطها خمسة مثلا لا أنا بدي أفهم ليش عندنا نودل بس لأنه شو ممكن تحل بلا نودل أنا أقول لك دائما نودل فالد صح؟ دائما نودل بالعب أم فالد بتقدر تسأل عليه بس تقدر تفكر بطريقة غير نودل هذا ماشي بالمناسبة بيجي أكثر من ستيج إن شاء الله هاي كم ستيج؟ هسا نشوف تمام لو كان في مقابل هون كنترول هاي صار هاي هم عندي هاي فيرتشوال شورت تمام مش وش اللي يصير يعني انا فيرتشوال شورت هون تمام هاي بي انبوت هاي النقطه كم من انبوت هي كم نفس هاي كم نفس هاي هاي الجراوندات كلها هاي وين وصلنا؟ بس كوني المكان نفس الانبوت صح؟ نفس هاي كم يعني؟ ريال دراسة انبوت انا بلش بانبوت صح؟ بدي اصل لهون اقول انبوت صار قبل بدي اسميها اللي هون بي اكس سميها بي اكس طيب ترجع بي اكس الى علاقه بي اوت طيب انا بدي اوت اوف سبيس انبوت شيء طيب مش بي اوت بي اكس من بي اكس لبي اوت بي اكس بي اوت شرط من بعد بي اكس ناقص بي انبوت على كل نوت هاي نوت بي اكس اوكي وهاي في انبوت بي اكس كم بتساوي من انبوت؟ هذا سؤالي نوت شنو نوت فاهمين يلا اطلقي بي اكس ايوه على ار 1 على ار 1 ولا ار 1 زائد بي اكس على ار 2 سنة بي اكس سنة بي اكس ما بي اكس هون بعدين مقارنة طيب ركزوا معي ركزوا معي في اللي هون كم؟ واللي هون؟ واللي هون؟ واللي هون؟ زيرو يبقى هاي هي نفس بي انبوت
كم؟ حرف الريال كم؟ زيرو. وهذا وهذا كيسي ألبون هذا كم؟ زيرو. في دروب عليها؟ تنعي لي بأمه التيار اللي على الموجب بس بكون زيرو؟ تيار اللي على السالة كمان زيرو. أي تيار داخل؟ أي تيار داخل زيرو، أي تيار خارج بعرفوش. نفس النقطة هون راح تصير هسه. هاي النقطة نفس الروتيت هاي. ما في دروب هون. وهذا حلو بال هاي اللي خلينا نشتغل الريفاير هاي النوع. إنه يكون الآر إنبوت ريشيو إنفينيتي. عشان ما يعملش دروبينج. لما لودينج. هاي لو كان في دروب صار لودينج. فاهمين علي؟ فهاي بي إنبوت. هاي بي إنبوت. هاي بي إنبوت صارت. لأنه هذا ما في دروب هون. هاي بي إنبوت. هاي مش مشكلة، حاول فيها بالبيت، حاول تبديها مش انبوت وحط في اكس. انا بدي اياك تحكي لي انه من هون لهون بدك تمشي. طب هاي في اكس ناقص في ان على ار 8 من هون لهون، تيار هذا زائد تيار هذا زائد تيار هذا زائد هذا صح؟ تساوي زيرو، زائد زيرو زائد زيرو زائد زيرو، تساوي زيرو. هيك بدك تعمل انت لانه في اكس بتساوي في ان. تطلع في اكس تساوي في ان. طيب. برجع بقول بدي في اوت بالنسبة لفي انبوت، هاي في انبوت هون. بدي اطلع هاي اسمها في اكس وهاي الاوت هذا اسمها في واي تمام وشوف شو اللي يصير معي هاي خاصة في بي زد حلو تمام يمكن يطلع خطا ضوء وهذا استوى لهيك خلينا نشوف هاي هاي الرام لا لا مو مشكلة مش شكوها معنا هاي تمام طيب شاف ممكن يطلع شوية مشاكل بس بغض النظر خلنا نشوف اللي قاعد يصير لو بدي البي اكس كم بالنسبة للبي انبوت؟ 1 زائد طيب هاي بي اكس 1 زائد ار 2 على ار 1 طيب وبدي بي واي هاي بي واي شو بالنسبة للبي انبوت؟ هاي طلعت البي بي صح؟ اه نفسها بي واي نفس الشيء ار بس من 1 زائد هاي بي ار 6 على ار 5 صح؟ البي انبوت شيء والزد بي زد لو هون كان اوت هون انت كل استرجعت كامل انت شوف اذا صار شيء مش راح يمسح لو بدي الاوت هون كم الاوت هون؟ بالنسبه ل في اكس بالنسبه ل هو الاكس سؤال هسه في اكس بتساوي نفس الانبوت طيب شو في اكس؟ هون في اكس تساوي انبوت؟ اه هاي هاي في اكس بتساوي في انبوت من هون بدها اه خلاص هي هاي المشكله اللي راح تصير هي هاي هو نفس الشيء هون البي واي راح تصير تساوي الانبوت يطلع من هون يعني زيرو بيساوي شيء صح؟ هاي لازم ينفصل هذا ينفصل نسميه بي 2 مثلا وبي 3 نعمل نفس البروبوزيشن هو بي انبوت 2 وبي انبوت 2 شو من هاي الكيلو بتكمل على هذا الاساس حاول يفشل طيب اللي حاول ايش؟ انبوت 2 وين؟ ها؟ اه في الحاله هاي بصير صار جراوند حط لك مقاومه بيناتهم يا شباب حط شيء يصير طيب والله لو حطيت مقاومه بغير المشكله لا فيش مقاومه شلون تحط مقاومه؟ مقاومه كان في تيار طيب مش مشكله السؤال بيجيكم مدروس بس الفكره انه تقدر تتبعه خلينا نحل الاسئله السؤال الجاي عادة مقاومه ها؟ كيف؟ المقاومة اللي على الانبوت ما عليها دروب. هاي بي ان. هاي جراوند. صح؟ هاي ار. بدون وين نحل الاسئله هنا؟ يا؟ من وين نحل الاسئله؟ موجود في المكتب اللي حاطهم جعفر من ناحيه هذه 1 شفتهم؟ هاي نمبر 3 شفتهم انت؟
لا مش ليش انا ما ادري ارجع ثاني صح هاي دي ارض تسريحاتها وين ارض الاول الثاني طيب خمس من هنا وسير ار 1 ار 1 ار 2 ار 3 ار 4 ار 15 ار 5 هيك صح؟ يعني مش عارف وين بيقعد الأول بيقعد الثاني بس بغض النظر هاي بيقعد بدنا نجيب من هذا السؤال رح بلش من الانبوت هاي الانبوت هاي الانبوت وإذا تعرف نطلع على الكلام صح؟ طيب هاي اسمها بي اكس بتساوي 1 زائد R F1 على R1 V N صح؟ تمام؟ طيب وال R3 هاي هذا الاشي بحله عادي زي ما انا بعرف الموديل تبعه زي ما كان طيب بس ارسمه هون في عندي R3 تمام؟ وهاي V1 هاي هاي اسمها واي ار هاي ار عندي نيجاتيف فيدباك هذا نيجاتيف فيدباك هاي ار ار تو هاي اكس هي وات لا في مقاومة بالهي ار بدي اكتب واي دلالة الاكس كيف؟ شو عمل؟ اصفر الفي 1 اصفر الفي 1 كيف؟ لا ليش صفر؟ رح نعمل شو هال تحت الارض؟ في 1 هاي؟ هاي في 1 طيب هسه ركزوا معي هون في تيار ارجع للشكل في تيار هون وثاني نقطة كم؟ في 1 نقدر نعمل هون ال الاناليسيس هاي في 1 يعني صح؟ تمام طيب في 1 ماينس في واي على ار ار في 1 زائد ار 2 على ار بنفس الشيء لازم نعطي ار انبوت في انبوت تساوي كذا هيك معطي نعم سيكون كانت شو؟ مش باين شو المفروض ليش؟ موصل للدي ان اخر شيء؟ وين في 1 في 2 مش عارف عاملين جراوند يعني؟ اذا كيف تعمل جراوند؟ اذا هاي نفسي نعمل جراوند وكان في 2 انا برايي يعني ما تاكدوا منها بس هو اللي عامله بعرفش انه عامل جراوند هو عامل هاي جراوند تمام صارت هاي زيرو عملت كيف يقرا هذا الاساس ليش عمل جراوند؟ باب شو يعني؟ ما هاي الفكره شو اللي خلاه يعمل جراوند؟ لكن لو اجى سؤال بالطريقه هاي بقول لك حاول ما تصير في 1 طلع منها في 1 اه هو مطلع بس ركز في اوت على ورق الاستيج بس هاي في اوت 1 هاي في اوت 2 هاي في اوت 3 اه بس في 1 شو عامل فيها؟ نفس في 1 طيب يا سيدي طب هون ما فيش دروب مقتنع فيها لا ليش؟ طيب هاي نفسها في 1 لازم تكون بالفعل بس في 1 لازم تكون رقم اعطيك اياه الفكره شو اللي بصير خلينا نعمل هون نقدر ننسيس بصير في 1 ماينس في اكس على ار 2 زائد في 1 ماينس في واي على ار تمام هاي دلاله في انبوت صارت معنا بس هون الفي اكس بس نحسبها بتكون قيمتها نفس قيمه الفي 1 نفس قيمه V1 لا ليش ما هو فيش دروب على R2 فيش تيار هون بس في تيار هون سؤال صحيح شغلتي ما في دروب على R2 ماشي نفس الفولت ليش فيش دروب على R2 لأنه ما في تيار لا في تيار مرشو من هون اه هيك بلاش مش ما كانش في تيار هون بس كان في تيار كان هيك هاي مكانها هون شو بدل؟ اه ربعت هون صح يعني؟ بس تمام؟ طيب هاي هل كيف؟ انا بعمل فيرتشوال شورت فيرتشوال شورت يعني فولتين متساوي بس تيار زيرو مجزين هاي فولتين متساوي هاي تمام بس تيار زيرو حلو طيب بتصير هاي كلها في 1 وهاي في 1 لان في 1 تكون معلومه وفي اكس انت اوريدي طلعتها من في ان حلو فصار في اكس كمان معلومه من هون بطلع ايش؟ زيرو هاي طلعنا في 1 صارت معلومه كارقام ممكن كلياتهم معك ارقام مش موجوده بس بتطلع في اوتبوت دلالة الفي واي نفس الشيء هون مش حاطها جراوند ولا شيء صح؟ هاي الفي واي دي هنا صح؟
طيب هنا في واي وهاي في واي، هاي تيرم هون كم؟ زيرو. زيرو وهاي؟ زيرو. زيرو. طيب صار عندي بس في واي هاي لان هاي في واي صار؟ تيرم هون كم؟ ليش زيرو؟ لانه هاي في واي هاي في واي، ايش هاي في واي؟ صار؟ وهون نفس الشيء؟ تمام؟ لان هاي كلها في واي صار، هاي في واي، هون في تيار؟ وين منين جاي؟ هات زيرو هات زيرو هات زيرو هات زيرو صح؟ شو الدواء؟ هاي في واي، من في واي هي في اوت ان. اذا ما عملش جراوند وورد مثلا، بعرفش شو الرسم هنا. مش عامل جراوند. طيب معاها هيك الحل؟ مش عامل هاي الاولى صح ولا هي اكس؟ بعدين طلع في 1 موقف موقف انت شو كمل الحل؟ طيب هو عامل نفس الشيء هنا من في 1 على اساس انها بيوقف ما عملهاش كده بعدين ما بعرف بعدين ما بعرفش الحال المهم اذا بقى هاي لو كانت جراوند ايش طلع هي هاي جراوند بدها تشغل هاي لو كانت جراوند طلع لك جين اوت وتعال انبوت مباشره طيب لو كانت جراوند تفرق معك هون هاي زيرو خلينا نشوف هاي جراوند بدها زيرو هاي زيرو صح؟ طيب هاي وصلنا هون وصلنا بي اوت هذا نفس الشيء حلو؟ بنزيما هي؟ طيب هاي الفي واي متفقين عليها وهذا كل شيء تمام اذا الفي اوت 3 بتساوي هي نفس بطيئتها يعني هاي بالنسبه لفي اكس كم؟ هذا جراوند ار ماينس ار اف طيب ماينس ار اف على ار 2 والفي اكس بالنسبه للفي 1 1 زائد ار اف 1 على ار 2 هاي كلها صح هاي دي وضحت؟ عيدها؟ طيب هاي الفي اوت صح؟ بيعرف نفس الفي واي كمان لانه فيش تيار هون فيش تيار هون بس معقول هيك ستيج كامله ولا لها دخل ولا لها فايده هو هذا اللي بيجي شايف قديش حليته من النظر حليته بيجي خطوه خطوتين بس ما بيخطر على بالك حلو انت لما جيت تقول بتقول معقول لا والله انا شيك ولا حطها هيك بس هي بالفعل هيك هاي الفي واي هون فيش دروب هون فيش دروب بالتالي فيش تيار هاي اصلا فيش تيار بالتالي هون فيش تيار بالتالي هاي الفي واي نفس الفي تمام طيب في واي هاي بالنسبه لفي اكس ماينس ار اف 2 على ار 2 ماينس ار اف 2 على ار 2 في في اكس في اكس بالنسبه لفي ان 1 زائد ار اف على ار 1 الار اف 2 هاي هي هي على ار اف 2 محمد اسال فيرتشوال شورت شورت فولتيه شورت تيار زيرو تمام بس يعني ما فيش مثلا ابروكسيميشن او شيء فولتيه فعلا نفس الفولتيه اه اللي هم يخدعون النقطه المقارنه تحت ال كيف؟ اه لما يكون عندي في 1 خاص بشكل بطيارات بي 1 بس ما يكونش طاير من برانش وكمل يعني لو كان مثلا ار 1 وجراوند هاي بي 1 في تيار بيمشي هيك كان ديفايدر تيار بيمشي هيك صح؟ اه بتتبع التيار يعني هون ما قلت هاي بتساوي هاي لان في تيار صحيح تمام في غير اسئله؟ انا قلت اسئله غير هيك؟ في سؤال هون بس في كم سؤال اصلا طيب هذا لو اجى في وفي 1 بتكون معطيك قيمه في انبوت بده في اوت زي ما حكينا قبل شوي لما كان هذا جراوند بتكون اسهل من ذلك طيب احنا كمواضيع ضل علينا شيء ولا خلص؟ ما ادري ايش شو هو؟ لما كنت بس مش فاهمين اه خلينا نحل هذا الموضوع هيك؟ بغض النظر عن شكله كان هون او هون هو يا بيعمل تكامل يا بيعمل معاه كان في نقص قبله صح؟ اه بالضبط بعمل هذا جي ام جيس من جي هاي ار تعال على هذا شو شو مزكاة شو طيب عادي بتصير عندي داس عادية نفس الشيء هاي بي اكس اللي هي نفس الفي ان
في ان على ماينس جي اكس سي زائد في ان ماينس في او على ار. شوفوا بس لاحظوا ملاحظه كل تيرم فيه اما في ان او في او. الحقيقه هي بقدر اكتب جيم، لكن لو في تيرم ما فيه هذا الشيء ما بقدر اكتب جيم. هاي الشيء كان يقول معنا قبل شوي في في 1 تمام، يعني حاول حط هون 5 مثلا زائد 5 واعمل جيم مضبوط، لا يمكن تقدر تطلع جيم. تمام، طيب هون الفي او شو بتصير لنا؟ بدي اقولها لهون تمام، اقسم على هذا الشيء في ان في 1 على الاكس سي او ما ادري اسميها 1 سي اس صح؟ بس نفوت نحط 1 على ايه؟ او اوميجا صح؟ او 1 سي اس بالضبط، فهذا بقدر اعمل لابلاس يعني كيف؟ yeah. لابلاس اه بالضبط، شو بقدر اعمل 1 على سي اس؟ سي اس صح؟ بالضبط شيء اساس بقدر اس هي جي اوميجا، هي بقدر تروح بالضبط، هاي 1 سي اس بتصير سي في اس او اس في سي في ان زائد 1 على ار صح؟ كل على واحدة نقلت الفي ار وتقسمت عليها تمام؟ خليني نبسط هذا الشيء، نضرب في ار في البوت وار في المقام يطلع في اوتبوت على في ان دوت يساوي نضرب ار في البوت بتصير ار سي صح؟ زائد واحد وار في المقام بتنزل عليها هذا الشكل. شو يعني؟ يعني جبنا الانبوت صح؟ جبنا له واحد ضربنا في اس، اس شو يعني لو نضرب في اس؟ وش يعني لو قسمنا على اس؟ شو يعني ضربنا اس؟ شو ضربنا؟ بالضبط هون اشتقاق وهون تكامل. يعني انا لعبته هون جبت الانبوت عملت له شكل وش طبقته؟ شكرا لله. طيب هاي لو سالنا احنا هاي شو بتعمل؟ هاي بتجيب الانبوت بتشفته مقدار واحد وتعمل له اشتقاق بتضربه بس كده بشكل لا لا يجيب بس بيجيبوا حكي يعني انه شو بتعمل هي بس انتجريتر هذا بيعمل اشتقاق ديفرنشال اكس الواحد على واحد على اس تكامل بالضبط يعني لو كان هذا هون اتوقع هيك بصير اشتقاق او تكامل ما بعرفش يعني هن عكس بعض اصلا. لو كان هيك شو بكون في ان على ار زائد في ان ماينس في او على 1 على سي اس صح؟ يساوي زيرو في او بتساوي هاي في ان 1 على ار زائد 1 على ار او سي اس على سي اس صح؟ شيء طيب وطبعا الجيم بتساوي لنا 1 على ار سي في اس زائد 1 صح؟ اه شو بيعمل؟ بشفت التابع بيعمل هذا العمود سيجنال الانبوت بيعمل شفت مقدار 1 وكامل يعني هذا يعني ممكن الاسئله تجي هذا انه بتلاقي الاريا مثلا تحت تحت التكامل مش التكامل هو الاريا تحت المنحنى اه بيطلع لك الاريا تحت المنحنى يعني تغطي المنحنى بيطلع لك الاريا قديش مقدار او ممكن تعطي مثلا فيلوسيتي ويعطيك اكسلريشن يعني انا اكون عارف انه الفانكشن تبعه هيك هذا بيجي حفز هيك يعني بيجيك دائره هاي بقول لك هاي دائره بتعمل كذا دخلنا لها مثلا بوزيشن اعطتك اكسلريشن دخلنا لها بوزيشن اعطتك سبيد دخلنا لها مثلا سبيل مثال شو بقول لك كيرف اعطتك اريا زي هيك الاشياء هاي يعني تكامل او اشتقاق تمام ممكن يجي لك راس ظل شيء حدا عنده سؤال حدا مالتي ستيج زي هيك بيجي مالتي ستيج مش ضروري ما يجيش مش ضروري انه يجي ما يجي بس احيانا هون لهون عرفته هي هذا مش عارف صح؟ ما تقدر تعبر بدون ما تشتقه كمان زي ما انت عارف هاي على هاي عشان يعرف لو كان في كنتون هي ماينس او واحد زائد مضبوط صح؟ هي هاي شو هاي؟ واحد سي اس على ار هي بس هاي واحد زائد واحد سي اس تمام؟ يعني بدون ما تقدر تعمل نوع الاوبسرفيشن ولو كان معك مالتي ستيج ليش؟ تمام؟ في